السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. فاليوم إن شاء الله سوف نتعرف على le nom أو الاسم. فالاسم كينقسم لنوعين، فعندنا le masculin et le féminin، يعني المذكر والمؤنث. ففي هذه الحصة غنتعرفوا على كيف نفرق بين المذكر والمؤنث. فأول شيء عندنا le masculin هو المذكر، و le féminin هو المؤنث. دونك ميم سي سي féminin ما كنقولوش la féminin، نو le féminin هو المؤنث. فالآن إلى عندي شي اسم وبغيت نعرف هل هو مذكر أو مؤنث، يعني واش ماسكولان او فيمينان، فاكبر خطا كيرتكبوه العديد من الناس هو كيترجموا الكلمه الى اللغه العربيه باش يعرفوا واش الاسم مذكر او مؤنث، فهذا اكبر خطا. فهناك كلمات اللي كتكون بالعربيه مؤنث وبالفرنسي مذكر، والعكس صحيح، يعني ما كيخصناش نهائيا نترجموا الكلمه باش نعرفوا نترجموا الكلمه الى العربيه باش نعرفوا واش هي مؤنث او مذكر. فنعطيو اكزامبل، مثلا عندي محفظه، فمحفظه باللغه العربيه هي اسم مؤنث، ولكن بالفرنسي ان كارتابل كنقولوا ان كارتابل، يعني ماسكولان او مذكر. نعطيو اكزامبل اخر، الكرسي باللغه العربيه هو اسم مذكر، ولكن اون فرونسي الكرسي هو لا شيز يعني مؤنثة. وهناك مجموعة من الأمثلة أخرى، مثلا اللغة العربية كنقولوا الزربية أو السجادة، وبالفرنسي كنقولوا لو تابي، بالعربية كنقولوا البيجاما يعني اسم مؤنث، ولكن اون فرونسي كنقولوا لو بيجاما. إذا انتبهوا هنا، ما كيخصناش نترجموا الكلمة العربية باش نعرفوا واش هي فيمينا أو بيان ماسكولا. فالآن إلى عندي شي نون أو اسم قبل منه article défini، فديجا تعرفنا على لي article défini اللي هما la, le et l'apostrophe les. alors ف le كنستعملها مع le masculin يعني المذكر. الى عندي شي نون masculin كنستعمل قبل منه le. exemple او مثال le père الاب. le père، donc le دائما كنستعملها مع le masculin او المذكر. وإلا عندي لا كنستعملها مع le féminin دونك لا كنستعملها مع le féminin. اكزامبل la mère دونك لو كنستعملها دائما قبل نون ماسكولين، يعني كنستعملها قبل من اسم مذكر، و لا كنستعملها قبل من اسم مؤنث. وبالنسبة للأبوستروف فهي كنستعملها مع لو ماسكولان ومع الفيمينان، فهنا درت غير ام يعني ماسكولان اف فيمينان، كنستعملها مع ماسكولان ومع الفيمينان، ولكن اللي كيبداو بفويل، يعني الماسكولان ولا الفيمينان اللي كيبدا بفويل، يعني لو نون كيبدا بفويل فكنستعمل قبل منه الأبوستروف. فلي فويل ديجا تعرفنا عليهم اللي هما ا E, I, O, U, Y. Alors, et l'apostrophe, quand c'est amélha m'a les noms, les huma masculins ou féminins, ou les qui n'y connu qui b'dao voyelle. Les un nom, on dit déjà le nom voyelle, ou on a qu'est-ce qu'on le ou bien la, yani a ou bien e, c'est des voyelles, fa kan hidfou l'awel ou kan n'diro l'apostrophe. Alors, بالنسبة les articles indéfinis, اللي هما un ou une, فان كنستعملوها دائما مع le masculin المذكر. exemple un père غنحتفظ بالexemple نتاع père وغنغير غير les articles. donc un père، فدائما ان كنستعملها مع le masculin. و une كنستعملها مع le féminin. une mère، exemple une mère. alors قلنا le كنستعملها مع le masculin كتقبلها un، و la كنستعملها مع le féminin كتقبلها une. بالنسبه les adjectifs possessifs اللي هما صفات الملكيه،
فعندي مون مون كنستعملها مع لو ماسكولان. فهنا بالنسبه لمون فكنستعملها الا بغيت نعبر على شي حاجه كنمتلكها فكنقول مون، ولكن داك الشيء خصو يكون ماسكولان يعني خصو يكون مذكر. اكزامبل مون بير مون بير، ميمكنش لي نقول ما بير نو، فكنقول مون بير لانه بير ماسكولان دونك مون بير. وبالنسبه لما ما كنستعملها مع لو فيمينان. اكزامبل ما مير ما مير، فميمكنش لي نقول مون مير لان مير فيمينان دونك غنستعمل معها ما. وكذلك بالنسبه لطون طون توجور مع لو ماسكولان كنستعملها مع المذكر. اكزامبل طون بير، بالنسبه لطون بير ابوك انت طون بير. وبالنسبه لتا فكنستعملها مع لو فيمينان لو فيمينان او المؤنث. اكزامبل تا مير يعني امك تا مير، فمير هاد لو نو فيمينان دونك كنستعمل معاه تا. بالنسبه للصون فكنستعملها مع لو ماسكولان مع المذكر لو ماسكولان. اكزامبل سون بير يعني ابوه هو ابوه. و سا سا كنستعملها مع لو فيمينان او مع المؤنث. اكزامبل سا مير امها او امه سا مير. فالان دخلوا لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. عندي سو و سيت كنستعملها توجور مع لو ماسكولان، يعني الا عندي شي اسم قبل منه سو و سيت كنعرف انه ماسكولان او مذكر. فهنا تقولوا لي علاش درناهم بجوج، فهاد الدرس نتاع لي ديتيرمينون ديمونستراتيف ديجا تعرفنا عليه، والدروس اللي ذكرت كاملين لي زارتيكل ديفيني و انديفيني لي زادجكتيف بوزيتيف كلهم تعرفنا عليهم، غتلقاو الدروس في القناه. فبالنسبه هنا سو كتعني هذا، كنستعملها قبل من لي نون اللي هما ماسكولان فكنقول هذا هي سو. وبالنسبه لست فايضا كنستعملها قبل من لو نون اللي هو مذكر، ولكن امتى كنستعمل تي؟ الا كان لو نون كيبدا بفوايل، دونك الا كان تيبدا بفوايل ميمكنش ليا ندير سو لانه ديجا سو كتنتهي بفوايل، دونك ميمكنش نبدا كلمه اخرى بفوايل كتجي ثقيله. كيفاش كنديرو تي؟ كنديرو ست. نعطيو اكزامبل باش تفهموا مزيان. سوبر سوبر هذا الاب سوبر، دونك هنا عندي بير ماسكولان فاستعملت معاه سو. لنفترض عندي فهاد الكلمه اونفون مثلا، يعني كتبدا ب او اونفون، فما غاديش نقول سو اونفون مي غنقول سيت اونفون. نتمنى يكون واضح لكم. بالنسبه لست ست كتعني هذه، فكنستعملها مع لي نون اللي هما فيمينان، كنستعملها مع لو فيمينان. اكزامبل سيت مير سيت مير هذه الام سيت مير. فهنا قلنا انه الا عندي شي اسم قبل منه لو فهو كيكون مذكر، ولا قبل منه لا فكيكون مؤنث، يعني لو ماسكولان لا فيمينان. الا عندي شي اسم قبل منه ان فراه كيكون مذكر، ولا قبل منه اون فكيكون مؤنث يعني فيمينان. ايضا شي نون قبل منه مون او بيان طون او بيان سون، يعني هادو لي ادجكتيف بوزيسيف، فكيكون ماسكولان او مذكر. ولا لو نون قبل منه ما او بيان تا او بيان سا، فكيكون داك الاسم فيمينان او مؤنث. بالنسبه لسو و سيت لي ديتيرمينون ديمونستراتيف فكيكونوا مع لو ماسكولان او مع المذكر، و سيت لي بدو تي او فكتكون مع الفيمينان او مع المؤنث. نتمنى يكون واضح لكم. الوغ دون مانيير جينيرال، يعني بصفه عامه، لو او ريبريزونت لو فيمينان، يعني بصفه عامه او ريبريزونت لو فيمينان. نعطيو اكزامبل ان امي، دونك ان امي هو صديق. في المؤنث كيولي اون امي، كنزيدو عليه او. فهناك مجموعه من الاسماء اللي في المذكر كيكونوا يعني ما فيهمش او في لافان، وفي المؤنث كنضيفو غير او. دونك داكشي باش كنقولو ان او ريبريزونت لو فيمينان، ولكن ماشي دائما، لانه ان نون كي تيرمين بار او ني با فورسيمون فيمينان. ماشي غير شي اسم كينتهي ب او صافي راه فيمينان، نون. ان نون كي تيرمين بار او ني با فورسيمون فيمينان، يعني ماشي اي اسم كينتهي ب او راه فيمينان. نعطيو اكزامبل
ان اربر، فعندي ان اربر اللي هي شجره، فهنا ايضا بالعربيه شجره اسم مؤنث وبالفرنسي مذكر. فهنا اربر فهو كينتهي ب او ولكن سي ان نو ماسكولين باسكو كيبدا ب ان، دونك اربر ان نو ماسكولين وكينتهي ب او. داكشي باش قلنا ماشي اي اسم كينتهي ب او راه فيمينان. داكور، دونك ان اربر ان نو ماسكولين. Aussi, un nom qui ne termine pas par E n'est pas forcément masculin. Un nom qui ne termine pas par E n'est pas forcément masculin. يعني الاسم اللي ما كينتهيش ب E راه ماشي مذكر. فمثلا غنلقى واحد الاسم ما كينتهيش ب E alors غنقول هذا الاسم مذكر لانه ما كينتهيش ب E. لا، نعطيو اكزامبل une maison. فvoilà une maison ما فيهاش E، فيها يعني كتنتهي بان ولكن سي ان نو فيمينان. اون ميزون دونك سي ان نو فيمينان. فاللي بغيتكم تفهموا انو او بصفه عامه كتعبر ليا على الفيمينان او على المؤنث، ولكن ماشي اي كلمه فيها او في لافان راه مؤنث. لا، عندي ليكزامبل تاع اربر، فقلت اربر في لافان او ولكن راه مذكر. وايضا ماشي اي اسم ما فيهش او راه مذكر. نو، عندي ليكزامبل تاع اون ميزون ما فيهاش او ولكن راه اسم فيمينا او مؤنث. فنتمنى يكون واضح لكم. هنا غنعطيكم واحد القاعده، لي نون كي تيرمين بار مون تور او اج سون جينيرالمون ماسكولان. يعني فاش تلقاو شي اسم كينتهي بمون او بيان تور ou bien o ou bien age فهما généralement masculin. نعطيو des exemples. مثلا mon exemple un médicament دواء c'est un nom masculin qui يبدا ب un donc un médicament. Teur exemple un ordinateur c'est un nom masculin. O un cadeau un cadeau هديه un bureau مكتب un bateau. دونك اي اسم كينتهي ب او فهو masculin. age بالنسبه لاج un voyage سفر un garage. ولكن كاينين استثناءات اللي هما une page مؤنث une plage مؤنث une image مؤنث. دونك عندي هاد الاستثناءات. Donc, on dit un voyage, un garage, des noms les romans masculins ou modakar. Bensba le féminin, les noms qui terminent par yon, e, accent e, t, war, et, ans, sont généralement féminins. Alors, notre exemple là, yon, une télévision. Qu'il fasse une télévision, c'est un nom féminin. Et une poupée d'oumien, il y a un nom féminin. T, la société, le moujdama, la société, nom féminin. War, la baignoire, wa haoud l'istihmam, donc la baignoire est un nom féminin. Ur, la peinture est un nom féminin, sebara. Et, exemple, une bicyclette d'arraj al-hawaïa, fa une bicyclette est un nom féminin. Ou ben sebal ans, on dit l'exemple d'une référence, marge, fa une référence est un nom féminin. فنتمنى حتى لهنا يكون واضح لكم. فالان غنمروا نقوموا باكزرسيس او تمرين باش تفهموا مزيان الماسكولين او الفيمينا. بار لانترو دون شاك ليست، فكل ليست فيها واحد لانترو او واحد الدخيل فوضعوا عليه واحد العلامه. فبالنسبه لليست الاولى غنصاوبها معكم والباقي صاوبوا نتوما. فاولا غنقرا لكم هاد لي نون. سي طونفون هذا الطفل. لا بانتور سيبارا. اليون اسد. لو كوافور الحلاق. ان بيزون فلاح. اون موسكي مسجد. لا سوسيتي مجتمع. تا جورني
يومك. ma sœur أختي. une ardoise لوح. le cousin ابن عم أو ابن خال. cet artiste هذه الفنانة. un ami صديق. actrice ممثلة. mon frère أخي. le directeur مدير. mon cadeau هديتي. chaise كرسي. grand-père جد. arbre شجرة. alors بالنسبة لليست الأولى فعندي 7 أنفون، هذا أن نو ماسكولان لأنه قبل منو ديتيرمينون ديمونستراتيف 7 اللي هي قلنا ماسكولان، دونك 7 أنفون إت أن نو ماسكولان. لا بانتور نو فيمينان، حيت فيها باسكو فيها لا، قلنا لا أرتيكل ديفيني اللي كنستعملوه مع الفيمينان. أن ليون أن نو ماسكولان باسكو فيه أن. un اللي هي ان ارتيكل انديفيني. لو كوافور نو ماسكولان aussi لانه في الارتيكل ديفيني لو. alors عندي 7 enfants masculin, la peinture féminin, un lion masculin, le coiffeur masculin. فالانترو فهاد لا ليست هي لا بانتور لانها الوحيده اللي فيمينان. دونك عندي هاد لي 3 ماسكولان لا بانتور بوحده اللي فيمينان داكشي علاش درت عليها كخوا. الان قوموا بانجاز ليكزيرسيس ونرجعوا باش نصححوه. فدابا غنصحح ليكزيرسيس. فبالنسبه لا ليست الثانيه عندي ان بيزون اللي هو ان نو ماسكولان باسكو كيبدا ب ان. اون موسكي نو فيمينان. لا سوسيتي نو فيمينان. تا جورني نو فيمينان لان هنا عندي تا اللي هي ادجكتيف بوسيسيف قلنا تا كنستعملوها مع الفيمينان. alors عندي un paysan masculin ou le mabaqi féminin donc l'intrus هو un paysan. بالنسبة la liste numéro 3 فعندي ma sœur اللي هي un nom féminin. une ardoise nom féminin. le cousin nom masculin. cet artiste nom féminin donc l'intrus هو le cousin لأنه nom masculin بوحدو فوسط les noms féminins. alors un ami بالنسبة la liste numéro 4 un ami non masculin. actrice non féminin une actrice il y a ممثلة. mon frère non masculin. le directeur non masculin. donc l'intrus de la liste هو actrice لأنها الوحيدة اللي non féminin. donc بالنسبة la dernière liste فعندي mon cadeau اللي هو non masculin. chaise non féminin. grand-père non masculin. arbre non masculin. فأربر ديجا قلت لكم انها نو ماسكولان يعني مذكر ميم سي فيها اف لافان ولكن راه ماسكولان. دونك عندي مون كادو ماسكولان. شيز فيمينان. غون بير ماسكولان. أربر ماسكولان. فالانترو هو شيز. فنتمنى يكون كلشي واضح لكم. بالنسبه لهذا الدرس فغيكون هو الجزء الاول تعرفنا فيه على كيفاش نفرقوا او كيف نفرق بين المذكر والمؤنث او الماسكولان والفيمينان. فنتمنى يكون كلشي واضح لكم ونتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. فإذا استفدتم من هذا الدرس فشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعموا الفائدة. ونتلقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.